الشعب التونسي الوقت ما هوش وقت نتاع خوف وانما هو وقت مسؤوليه. لازمنا نتحملوا مسؤوليتنا تجاه بلادنا وتجاه شعبنا وتجاه كذلك الشهداء نتاعنا. اليوم الوضعيه وضعيه خطيره، والوقت هو لحكومه انقاذ وطني على انقاذ الائتلاف الحاكم اللي يبين عجزه في كل المجالات. لا قدر يطور البلاد سياسيا، ولا قدر يحافظ على الامن، ولا قدر كذلك يحل المشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه. سي حمد، شنو تقول لتوانسه فيما يتعلق بالخطوه التي ستلي دفن الاشهاد؟ الاتجاه الى المجلس التاسيسي؟ الاتجاه الى المجلس التاسيسي والاعتصام بصوره سلميه بعيدا عن الاستفزازات وعلى العنف، من اجل وضع حد الائتلاف منها الحاكم ووضع اسس لحكومة انقاذ وطني تتولى إدارة تونس فيما تبقى من المرحلة الانتقالية. اليوم نهار 6 فيفري كانت الدنيا مطر تصب، تتفكروها وشتاء وبرد. شيعنا شهيدنا شكري بالعيد وروحنا. أهلنا عليه التراب وروحنا. ودعناه إلى الأبد وما عدناش ريناه وروحنا. اليوم ماناش باش نروح. اليوم نشيعوا شهيدنا ونحسبه عند الله إن شاء الله شهيدا، شهيد الوطن والحرية. وبعدها باش تمشيو للتأسيس التوانسه الكل، كيما دفنا محمد الابراهيمي، كيما دفنا شكري بالعيد، يلزم ندفنوا حكم النهضه وحكم الترويكا. ما كانش ربما بعد جمعه ولا جمعتين باش نعاودوا نخرجوا في زنازه اخرى نتيجه اغتيال شديد جديد. شنو الكلام اللي نجم نتخاف؟ كان لقيت انتم كلام هاتوا قولوه لي، ما نجموا نقولوا حتى شيء اليوم. ربي يستر بلادنا وبرا، دفعنا برشا دم، برشا عرق، برشا بكي، برشا عصاب. فهمت العباد هذوما اللي كبشين في السلطه كي تكبيشهم ولا اكثر من تكبيشهم في خالقهم وخالق السماوات والارض. فهمتش يحبوا نعطيهم اخر باش يرحمونا ويرحموا البلاد هذه. ويخطاوا بلادنا من سياساتهم الفاشيه وسياساتهم المافيوزيه. الشعب يريد اسقاط
اصطحاب البلديات، اصطحاب المعتمديات، اصطحاب الولايات، وإقامة السلطة الشعبية. بعد دفن الشهيد محمد ابراهيم كلنا الى المجلس التاسيسي لاحتلاله وحله. لا راح سلطة ملك الشعب، لا خوف لا راح سلطة ملك الشعب، لا خوف لا راح سلطة ملك الشعب. بلا شهداء جبسة البارحة، الثلاثة الشهداء الذين سقطوا البارحة في جبسة، تحياتنا لهم، فخرنا لهم، المجد لهم، المجد لهم، المجد لهم، والفخر لشعب تونس. الآن أيها الشعب